السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. فيديو اليوم يخص مادة الاجتماعيات للأولى بكالوريا، درس التحولات الاقتصادية والمالية الاجتماعية والفكرية في العالم خلال القرن التاسع عشر ميلادي. التحولات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والفكرية في العالم الرأسمالي في القرن التاسع عشر ميلادي. مقدمة: شهد العالم الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر ميلادي تحولات اقتصادية ومالية واجتماعية وفكرية ساهمت في تعزيز وتقوية النظام الرأسمالي. فما مظاهر هذه التحولات؟ وما العوامل المفسرة لهذه التحولات؟ وما السياق التاريخي لظهور التنظيم النقابي؟ نتعرف على مظاهر التحولات الاقتصادية والمالية والعوامل المفسرة لها. أولاً، مظاهر التحولات الاقتصادية. من بين مظاهر التحولات الاقتصادية هناك ارتفاع مردود الحبوب، الانتقال من فلاحة معيشية إلى فلاحة تسويقية، ظهور التخصص الفلاحي، ارتفاع مساحة الأرض المحروسة، تطوير أساليب الزراعية، بروز ملكيات كبرى في البوادي يتحكم فيها فلاحون رأسماليون كبار. مظاهر التحولات الصناعية. من بين مظاهر التحولات الصناعية هناك ارتفاع الإنتاجية الصناعية، بروز مصادر طاقة جديدة كالكهرباء إلى جانب الفحم والبخار، تزايد قيمة الصادرات الصناعية، ارتفاع حجم الاستثمارات في فروع صناعية جديدة. هذا فيما يخص مظاهر التحولات الصناعية. ننتقل إلى جيم، مظاهر التحولات التجارية. ازدهار التجارة الداخلية، ارتفاع حجم المبادلات التجارية العالمية، تعدد شركات التجاريين، تزايد تأثير البورصة في الاقتصاد. نتعرف على مظاهر التحولات المالية. هناك تطور رأسمالية من رأسمالية تجارية إلى رأسمالية صناعية إلى رأسمالية مالية. تطور وظيفة الأبناك من وضعية خزن الأموال إلى وظيفة تقديم القروض، تشجيع الاستثمارات وظهور شركات الأسهم هولدينغ. ثانياً، العوامل المفسرة للتحولات الاقتصادية والعالم الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر ميلادي. من بين العوامل المفسرة للتحولات الاقتصادية في العالم الرأسمالي دور التقدم العلمي والتقني، ويكمن ذلك في ظهور عدة اختراعات في مجالات متعددة كالفلاحة والصناعة والتجارة. دور العوامل التنظيمية كاعتماد النهج الليبيري القائم على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج والمنافسة بين المنتجين، ثم الانتقال من الورشة التقليدية إلى المصنع الكبير، ومن المستغلات الفلاحية الصغيرة إلى الضيعات الرأسمالية الكبيرة وظهور المتاجر العصرية الكبرى. دور ثورة المواصلات تطور وسائل النقل والمواصلات بمختلف أنواعها البحرية والجوية والسكك الحديدية، حيث ساهمت في تعزيز التجارة بعيدة المدى عبر أرجاء العالم الرأسمالي. دور الفاعلين الجدد، ساهمت شركات المجهولة الاسم وشركات الأسهم والمقاولات الكبرى في تنشيط الرأسمالية بتوظيف جزء كبير من رأسمالها في الأنشطة الاقتصادية خاصة الصناعية. ننتقل إلى المحور الثاني، مظاهر التحولات الاجتماعية والفكرية في العالم الرأسمالي خلال القرن التاسع عشر ميلادي. أولاً، مظاهر التحولات الاجتماعية: النمو الديمغرافي والتوسع الحضري. النمو الديمغرافي يكمن ارتفاع عدد سكان العالم الرأسمالي من 182 مليون نسمة سنة 1800 ميلادية إلى 401 مليون نسمة سنة 1900 ميلادية. العوامل المفسرة لهذا الانفجار السكاني: تحسين ظروف العيش والصحة والسكن وتقدم الطب والقضاء على الأمراض. ومن نتائج هذا النمو السكاني اتساع السوق الداخلية، الهجرة من البوادي نحو المدن، بروز طبقتين اجتماعيتين، البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج والبروليتاريا العالمية المستقلة من طرف البرجوازية.
التوسع الحضري، تزايد ساكنة المدن وتراجع السكان القرويين، ظهور المدن الكبرى مثل باريس ولندن وبرلين ونيويورك التي جلبت المهاجرين والأنشطة الاقتصادية والاستثمارات. العوامل المفسرة للتوسع الحضري هي الهجرة من البوادي نحو المدن بسبب الثورة الصناعية، ارتفاع معدل تزايد الطبيعي لسكان المدن. ثانياً، مظاهر التحولات الفكرية. ظهر في العالم الرأسمالي خلال القرن 19 ميلادية تيارات فكرية متعددة، منها التيار الليبرالي الكلاسيكي، وهو تيار يقوم على الحرية الاقتصادية والملكية الفردية لوسائل الإنتاج والمنافسة بين المنتجين والبحث عن الأرباح وعدم تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية من رواده آدم سميث ودافيد ريكاردو. التيار الاشتراكي الطوبوي والفوضوي دعا إلى تغيير الأوضاع بالثورة نتيجة خضوع الفرد للمراقبة وللتوجيه من طرف الدولة، مما يحد من قدرته وحريته، لكنه عجز عن تقديم حلول عملية لتنظيم الإنتاج والحياة الاقتصادية من رواده أبرودون. التيار الاشتراكي العلمي هو تيار يدعو إلى استعمال العنف الثوري للقضاء على الرأسمالية وإقامة نظام اشتراكي واعتبار الصراع الطبقي كأساس تطور تاريخي للمجتمعات. ثالثاً، السياق التاريخي لظهور الحركة العالمية والتنظيم النقابي خلال القرن 19 ميلادي. بروز الحركة العمالية في سياق التحول الصناعي كرد فعل على معاناة العمال المأجورين من ظروف العمل القاسية وتدني الظروف المعيشية للفئة العريضة من المجتمع الرأسمالي. وأمام تزايد الوعي العمالي، تشكل التنظيمات النقابية للدفاع عن الحقوق بعد أن تحالفت مع الأحزاب الاشتراكية ونجحت في انتزاع عدة مكاسب مثل الرفع من الأجور، التقليل من ساعات العمل، الحد من تشغيل الأطفال، إقرار العطلة الأسبوعية والسنوية، واعتبار فاتح ماي عيدا للشغل. خاتمة، نتج عن مختلف التحولات أن حقق النظام الرأسمالي نجاحا كبيرا وساهم في بروز الهيمنة الليبرالية والتنافس على المستعمرات. إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.